تحقق هذا الحلم أخيرا. هذا الهدف تم تحقيقه بدعم كبير من مؤسسة أمان فلسطين المدنية التي نذكر لها كل الاحترام والتقدير في هذا اليوم. لم يترددوا في تقديم الدعم والمساندة وإنشاء هذا الشارع. اعتبار شارع 3 اللي نحضر اليوم افتتاحه إن شاء الله هو من أهم الشوارع الموجودة في قطاع غزة، هو شارع شرياني يربط شرق مدينة غزة مع غربها، سيخفف من أزمة المرور في قطاع غزة، وإن شاء الله يعني نستكمل افتتاح هذا الشارع في مرحلته الثانية. شكر خاص وشكرنا جزيل لمؤسسة أمان ماليزيا، للجمهورية الماليزية، لشعب ماليزيا.